لو الحكاية فيها إن فيتو في تقولي لي في من إفهات توفيق الدين؟ صلاة النبي أحسن. هو كان فيه اللي هو أحلى من الشرف ما فيش تقريبا. العلبة دي فيها إيه؟ فيها في ياه ياه ليه في شهير قالوا في جماعة الإمام اللي هو أنا راجل لعين يا أخي بيعمل كده في بس أنا مش فاكر كان فيلم إيه كان بيقول صلاة النبي أحسن. العلبة دي فيها إيه؟ فيها خير. العلبة دي فيها فيل يا طب انا ما اعرفش غير في واحد لا احلى من الشرف في اسلام بس اعصابك يا اكسلانس فيك.